السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام. كالعادة خوتنا، يوم جديد وصالونة جديدة وأثاث جديد. اليوم خوتي نهار راح يكون مليء بالجديد، مليء بالتحفيز، مليء بالألوان. بغيت نجيب لكم اليوم لو صالون أرك في بليزيور كولر، في عدة ألوان. خوتنا ما تنساوش الإعجاب والنشر كالعادة. متابعي الأوفياء تاع محل أثاث الثقة، قبل ما يبدا الفيديو في الثواني الاولى تاع الفيديو يديروا يسجلوا اعجابهم، يسجلوا تعليقهم. نبداو خاوتنا بلو صالو ارك في هذا لاكولور، في لاكولور مارون. شوفوا لو تيسيو هذا ثاني جديد خاوتنا، شوفوا هذا القماش، الملمس تاعو بزاف هايل. هاي لي كومبون تاعو تاع دو بلاص، هاو ليكم لو سوكل تاعها اللي راهو اون بوا اتر، وفيه لي بي ثاني راهم اون بوا اتر بخشب بزاف. هاهم ليكم لي بي تاعو مخدومين فلامي. هذا الشيء كي يكونوا لي بي فلامي راح يكون عندكم بزاف لو شوا في لي طابل باس. شوفوا خاوتنا البونك تاعو تاع 3 بلاص، الخدمه بزاف متقونه، والخدمه تاعو بلا ديترونت. شوفوا لي اون بلاص تاعو. راه معايا كي العاده الاخ وليد توجور حاضر معانا يشرح معايا هذا لو صالون. خويا وليد واش راك؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خاوتنا اليوم جيناكم بصالو ارك وفيه بزاف لي كولور، بزاف لي كولور، ان شاء الله يعجبكم. بارك الله فيك. وراه الاخ عبد الرحمن يجي يشرح لكم ويوريكم. بارك الله فيك. احكي لي على الان بلاص تاعو وليد. الان بلاص تاعو حاجه ما شاء الله، التوسي تاعو ولا فينيسيون شابه بزاف. ميم خاوتنا الدقه في التصميم ولا فينيسيون كما قال لكم ثاني وليد. لي بي تاعو شوفوا الله يبارك، اللي راهم يشكلوا جزء كبير من هذا لو صالون وعالي على الارض خاوتنا. تحبوا نيطوايو تحتو ماشي مشكل. خاوتي نزيد نوري لكم لو صالون ارك في كولور واحده اخرى. ولي ضايع معايا خويا. هاو ليكم صالون ارك في لا كولور بيج كلير. قلت لكم باللي في هذا الفيديو راح تشوفوا معنا بليزيور كولور كما راكم تشوفوا. هاي ليكم بونك تاع 3 بلاص. قماش واعر، هذا جديد. قماش ثاني كلاسيك شباب. قماش نقرب لكم تشوفوا حتى لي بتي ديطاي تاع هذا القماش. شوفوا الخياطة بيان فيني. هنا ثاني شو لا فينيسيون لا كودوار تاعو هاي صالون. هذا خاوتنا راه معروف عند محل أثاث ثقة الله يبارك، خدمنا منه راه في أكثر من عام وحنا نخدموا لكم في هذا لو صالون. شاك سومان يدخلوا دي موديل جدد، يدخلوا يدخل أريفاج جديد في هذا لو صالون. أون بلاص تاعو قوة، سيرتو هذا لو موتيف اللي راهو هنايا. ولي جوتي خاوتنا ولي كولور على حساب الطالب تاع المتابع الكريم. دوك نحطو ثاني خاوتنا للطابق السفلي، نزيدو نشوفو لو صالون ارك في دوطر كولور. دركا خاوتنا رانا في الطابق السفلي تاع محل اثاث الثقة. دركا نشوفو ثاني واحد الخمسة لي كولور في الارك. سما خير كبير الله يبارك، وان شاء الله كامل تصيبو لا كولور اللي عجبتكم خاوتي، اللي عجبتو اي عجبو اي لون يتصل على الفور ورانا هنايا باش نخدموكم. عندكم هذا لا كولور اللي راهي في الجون ولا في الموطارد. لا كولور بزاف هايله، هايله بزاف كيما راكم تشوفوا فيها. شابه الاخ عبد الرحمن، شابه 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 صحفه. هذه سيرتو هنايا لي زاكودوار تاعو في المارون، في لا كولور في المارون خرجوا بزاف مع هذا اللون اللي راه داير حاله سنه درناه باناشي ثاني مع المارون ثاني خرج بزاف شباب، لون هايل. ولو بري لو ميم بري خاوتنا، يدير لو صالو ارك ب 13 مليون 800 برك، ورانا هنا باش نساعدوكم. عندكم ثاني هذا اللون في البيج، بصح بيج واحد اخر ماشي كيما اللي شفناه الفوقاني. هذا الصالون في اي لون يخرج شباب، اي لون في اي لون هايل. سيرتو لي جوتي هنا خرجوا بزاف متناسقين. متناسقين 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 مليح. هذه هي ما شاء الله. وراح نديكم عفوا الواحد لا كولور اللي بزاف هايله. هاي ليكم الجري، الجري تاعو شباب بزاف. ومام شوفوا لا فينيسيون من لاريير تاعو، فينيسيون بزاف هايله. شوفوا اللون الجري تاعو قوه. هذا الاخ عبد الرحمن فكرني كي كنا دايرين انا وفي البيلوت، بيلوت تاعو كي درنا في الارك وطاح شباب، طاح شباب بزاف. مام خاوتنا شوفوا لي بي تاعو تاع لاريير ثاني هايلين، فكرنا فيهم وكأنه راهم في الدوفون تاعو. وعندكم واحد لي دو كولور اللي بزاف متقاربين اللي راح درك نعرضهم عليكم. كاين هذه لا كولور اللي توجور راهي في البيج، فيها ديريور بالكري لو ميم بري خاوتنا.
ب 1300 ورانا هنا نساعدوكم في النقل، نساعدوكم في لو بري تاعو مهنيين. اون بلاص تاعو دائما دائما في اي لون تخرج شابه. على بالكم خاوتي الالوان يلعبوا دور، كاين الوان اللي يخلوا لو صالون يبان كبير، كاين الالوان اللي يخلوا لو صالون يبان صغير، كاين الالوان اللي يبينوا لي ديتاي تاع لو صالون. سما رانا هنا خاوتنا نوفر لكم جميع الالوان على حساب الطالب تاعكم، وكاين دي كولور واحد اخرين سما مهنيين من ناحيه الالوان. عندكم ثاني هاد لا كولور ثاني جايه في البيج وفيها ديريور في الكري، هذه واعره. هذه عبد الرحمن واعره بزاف ما شاء الله، هذه تحفه. خاوتنا رانا هنا باش نخدموكم، رانا هنا باش نساعدوكم. شو لا فينيشو تاع الارك شو الاخ عبد الرحمن؟ الله يبارك. هذا كامل من ذوق المتابعين تاعنا. احنا نشوفوا المتابعين واش يطلبوا منا، نشوفوا الالوان اكثر طلبا من المتابعين ونخدموا عليها. يعني ماناش نجبدوا من راسنا ولا. خاوتنا نشكركم على متابعه هذا الفيديو. اخويا واش تقول المتابعين تاعنا في نهايه الفيديو؟ نقولوا مرحبا بكم في اثاث الثقه وروحوا لنا نساعدكم. هذه هي اكد لي على المساعده، اكد لي على الترحيب. الله يبارك. البارح زارونا عدد كبير من المتابعين، وان شاء الله ما نكونوا قصرنا في حق حتى واحد. الحمد لله. الله يبارك. نذكركم بالسعر تاع لو صالون ارك هو 13 مليون و800، والمساعده كاينه. ومرحبا بكم، ربي يحفظكم، مع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.